بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء سبحان الله وتعالى عما يشركون. سبحان الله وتعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة ما كان لهم سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وربك يخلق ما يشاء
كان لهم الخيار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو يأتيكم بضياء
فلا تسمعون. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير صدق الله العظيم. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ فلا تبصرون؟ أفلا تبصرون؟ وهو الله الله لا
الحمد في الأولى على آخرة وله الحكم وإليه ترجعون. له الحمد في الأولى على آخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير تسكنون فيه أفلا تبصرون. أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون. جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من
فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركاء ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم فعلموا أن الحق لله لله وضد عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم.
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم كان من موسى فبغى عليهم إن قارون كان من وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله ولا تبغ الفساد في الأرض
الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وابتغ فيما نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن إن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وقال
أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقيها الصابرون ولا يلقيها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط صدق الله العظيم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ويكأنه لا يفلح الكافرون
ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. من حسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة للكافرين.
فلا تكونن ظهيرا للكافرين فلا تكونن ظهيرا للكافرين فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن ولا تدع مع الله إلهنا آخر ولا تدع مع الله إلهنا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عنا أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلهنا ترجعون.
صدق الله العظيم.